لاباس عليكم، كنتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد بالنسبه للفيديو ديالي ما شاء الله. المهم شي حاجه ثاني مختلفه على العاده. اليوم ان شاء الله غادي نديكم معايا، غادي ان شاء الله الافتتاح ديال جيهان ديال جي سي شانيل اللي ما شاء الله غنيه يعني التعريف. ان شاء الله غادي دير اليوم الافتتاح للمحل ديالها، الله يسخر ليها يا ربي ويكمل عليها بالخير. غادي دير ان شاء الله محل هكذا، المهم كيبيعوا فيه مملحات حلويات، عندهم كذلك حتى فين كيجلسوا الناس مثلا بيتي قهوه بغيتي حريره مغربيه. وما شاء الله جيهان راكم عارفين تبارك الله مبدعه في الطبخ، يعني اكيد غادي تكون شي حاجه اللي زوينه بزاف وشي حاجه اللي متقونه واكيد النقاوه كما عارفين. ما بقاتيني دابا ان شاء الله يلا غادي نخرج. وحاجه اخرى حيت البارح سمعتها في المهم شحال كنفكر شنو ندير ليها، البارح سمعتها في الفيديو ديالها في الفيديو ديال الافتتاح، قالت بلي راه ما كاينينش الدقيقيه غادير هكذا ادعيه وهذا. ايوا فكرت قلت هكذا علاش لا ما نديرش هذه المفاجاه هذه، كنتمنى تعجبها ندير ليها هكذا دقيقيه. المهم نشطوا الجو واحد شويه وهذا صافي. المهم تواصلت معاهم البارح، ايوا ماما مسكينه تقدري الغرض، ماما اللي غادي تجيبهم. المهم انا وماما غادي نتلاقاو ان شاء الله في السلام، ماما غادي تجيبهم وانا غادي نمشي لماما وغادي نتلاقى انا وياهم. المهم ماما تجيبهم وتردهم، كنقول لا شكرا لك ماما تيمنينا ديما مسكينه معايا والله الله يخليها ليا يا ربي. وصافي هذا ما كان، واللي درتها ان شاء الله راه اكيد غادي نشاركها معكم وغنحاول ان شاء الله نشارك معكم الاجواء وخليكم. المهم يلا وصلت دابا للمحل، بالنسبه للمحل ديالنا ها انتما، ها هي خميسه ومن ضربه فيها الشمس. ها هو المحل ديالنا، اختكم باقا كتشمس. ها هو المحل راه كيبان مورايا، المهم كنبرقق من هنا. وقفت هنا طيبتني الشمس، الفوندو تان داب وقفت هنا توبتني الشمس، عاود رجعت لهاد الجهه عرفت واحد الشميسه قاصحه. وصافي هذا مكان. المهم ماما قربات تجي حيت هي غتجي من جهه التسيره دغيا غادي توصل ان شاء الله. وصافي هانتوما ها وك المحل، هما كان في فيه خط تبارك الله جاو عند زمان الناس. المهم كنتمنى تعجبها المفاجاه. لاباس بخير، بالعاد بالجاج لاباس. المهم هانتوما ها Thank you.
يميز جيان الله يكمل عليك بالخير. امين يا ربي. الله يكمل عليها بالخير ان شاء الله في هذا المشروع ديالها تمشي لقدام ان شاء الله. الله يكمل عليها بالخير ان شاء الله. مرحبا الزين ديالي مرحبا. والله رضا ان شاء الله في سالي. مرحبا الحبيبه ديالي مرحبا. سالي. لا انا قلت لها سكتي. مرحبا. دابا يلا غادي نهضر معكم. بدا اول حاجه صراحه عجبتها بزاف المفاجاه. ايوا هنا جيت نشارك معكم من الحويجات اللي كيديروا هنا. كما كتشوفوا معايا كاين انا البقلاوه. صراحه داكشي اللي كدير زوين بزاف. داكشي مقوم على حقو طريقو. كدير لي تشيز كيك اشكال وانواع ديال الفريز. كدير ديال لوتيوس ديال الحامض. كاينه حاله الخشخش. المهم اللاحات تبارك الله عطا الله فيهم الاختيار. كدير هنا هادو الرايب كلشي كيشكروا يعني ما حلوش بزاف. وعاقد تشيز كيك ديال الحامض ديال اللوتيوس. عندها كذلك حاله الخشخش. بالنسبه للمملحات جميع انواع المملحات كما كتشوفوا معايا بريوات بسيطلات الدجاج الحوت ديال هادو السبانخ حتى هما. كاينه البقلاوه ما شاء الله عليها البنه. انا اللي جلست مع الناس وسمعت الناس شنو كيقولوا كلشي كيشكر الماكله نقيه مقومه كما كتشوفوا. حتى الاثمنه راه جد مناسبه يعني كتحسي انك تاكلي شي حاجه نقيه شي حاجه ديال الدار. يعني تبارك الله الناس من كثر ما عجبتهم الماكله يعني كلاو وداو. يعني تبارك الله كلشي تسالى ليها دغيا. يعني اش غنقول لكم داكشي زوين ومقوم وبنين. يعني صراحه والله الا الناس حماقوا على داكشي اللي كدير. وكما قلت لكم تبارك الله راه كاين الاختيار. كدير كذلك حتى البراونيز. المهم انا لقيتو دغيا تسالى. بالنسبه لي تشيز كيك حتى هما منقولش لكم واحد البنه فيهم. بالنسبه للحريره مغربيه كما كتشوفوا شوفوا لي بعدا غير الحطه كي دايره. يعني كتحسي راسك بحال كتاكلي يعني داكشي نقي مقوم ديال الدار. وشوفوا الحطه كي دايرين تبارك الله. داكشي اللي كدير جيان في دارها داك التاويل ديالها والضوغي. وبالنسبه للحرير حتى هي صراحه كانت لذيذه بزاف ومقومه. يعني كما قلت لكم بحال كتحسوا انكم يعني كتاكلوا شي حاجه ديال الدار على حقها وطريقها. صراحه كلشي كان زوين. الله يسر ليها يا ربي والله يوفقهم. وتبارك الله على بشرى ونجات ما شاء الله عليهم. الله يحفظ لهم يدياتهم ما شاء الله. الناس اللي قارين الطبخ لي زعما ما شاء الله عندهم ما نقولوا. وكنقول جيان الله يوفقك تانتيا من هنا. وكما قلت لكم عجبتها بزاف المفاجاه وهذا الشيء فرحني بزاف لان ديك الانسانه ابار يوتيوب عزيزه عليا بزاف. انا كنت من المتتبعات ديالها قبل ما ندخل العالم ديال اليوتيوب. صراحه دوزنا معها نهار زوين وما شاء الله جاوا بزاف ديال الناس. كتشوف واحد الحب في الناس لان فعلا ديك السيده كتستاهل. قلبها بيض وظريفه بزاف وقناتها كلها افاده. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم. ما تنسونيش من لايك والتعليق الزوينه ديالكم.